هذا حذرت منظمة السودان لسرطان الأطفال من أن أكثر من 200 طفل مصاب بالسرطان حياتهم مهددة بانقطاع الأدوية عنهم. نبهت المنظمة في تصريح صحفي المعنيين إلى أن الوضع يتطلب تدخلا عاجلا لتوفير أدوية بقيمة 55,000 دولار أمريكي لوقف تدهور حالتهم الصحية. وقالت المنظمة أن الأطفال الموجودون الآن في مدينة مروي بشمال السودان في حاجة إلى توفير السكن الملائم والغذاء الصحي والانتقال إلى مركز العلاج، وهي مطلوبات أساسية إلى جانب العلاج الكيميائي. كما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الاشتباكات في الفاشر بولاية شمال دارفور في غرب السودان أدت إلى تفاقم سريع للوضع. وأدانت المنظمة الأممية عبر منصة إكس الهجوم الذي وقع قرب مستشفى الفاشر للأطفال الذي تديره منظمة أطباء بلا حدود، والذي أفضى إلى وفاة طفلين وتوقف المستشفى عن العمل، داعية الأطراف السودانية إلى حماية المدنيين وضمان سلامة المنشآت الصحية وفقا للقانون الدولي الإنساني وإعلان جدة. من إقليم دارفور ينضم إلينا مراسل الحدث صالح أبو علامة. صالح، مساء الخير، آخر التطورات من عندك ميدانيا في البداية؟ ميدانيا يسود الهدوء الحذر مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور عقب المعارك العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع يوم أمس في الجهة الشرقية والشمالية لمدينة الفاشر. هذه المعارك أوقعت عدد من القتلى والجرحى. مدير عام الصحة بولاية شمال دارفور في تصريحات صحفية صباح اليوم قال بأن المستشفى الجنوبي لمدينة الفاشر استقبل أكثر من 150 جريح وعشرات القتلى، وقال بأن هذه العمليات العسكرية خلفت عدد من الجرحى يفوق طاقة المستشفى الجنوبي لمدينة الفاشر، لكن وزارة الصحة تعمل مع المتطوعين ومع الكوادر الصحية في ترشيد الدواء بهدف تقديم الخدمة العلاجية لجميع الواصلين إلى المستشفى الجنوبي. اشتباكات الأمس أيضا أوقعت خسائر في الأرواح وقتلى وجرحى في معسكر أبو شوك للنازحين، هذا المعسكر الذي يقع أيضا في مرمى النيران في مواقع للقتال بين الجيش وقوات الدعم السريع وقوات الكفاح المسلح التي تقاتل إلى جانب الجيش في مدينة الفاشر. المعارك أيضا بمدينة الفاشر خلفت نزول كبير جدا من الجهة الشرقية إلى الجهة الجنوبية إلى الأحياء التي تقع جنوب مدينة الفاشر. هنالك تدفقات لمراكز الإيواء التي كانت في الجهة الشرقية إلى الجهة الجنوبية. هنالك أيضا تدفقات للنازحين إلى مدينة نيالا بجنوب دارفور. هنالك أيضا وصول للنازحين لمنطقة شنغل توباي ومنطقة محلية شعيرية بولاية شرق دارفور. هذه الأعداد مرشحة للزيادة في حال تطور الأحداث أكثر بمدينة أنت موجود تحديدا في أحياء الفاشر الآن، كيف يوفر المواطن؟ نحن نغطي الأحداث من ولاية شرق دارفور وليس في ولاية شمال دارفور. طيب، كيف يوفر المواطن السوداني حاجياته مع استمرار عدم دخول المساعدات؟ أيضا مسألة الماء، مسألة الغذاء، توفير الخيام للنازحين، المأوى لهم. نعم، حتى هذه اللحظة الأوضاع الأكثر سوءا هي الأوضاع في الأحياء الشرقية والشمالية بمدينة الفاشر. يصعب الحركة في هذه المناطق نتيجة المناوشات المستمرة والاشتباكات المستمرة في هذه المناطق، لكن هنالك أحياء الحركة فيها سهلة، هنالك نسبة عالية في للحصول على المياه، أيضا هنالك نسبة للتسوق الداخلي في الأحياء، هنالك بعض المحال التجارية داخل الأحياء يتزود منها السكان. الأيام الماضية أيضا كانت فرصة لاقتناء الأسر والأهالي بعض الحاجيات المنزلية
الصحية بغرض استخدامها في مثل هذه الأوضاع. لكن إذا ما استمرت هذه الأوضاع بصورة أكبر ولوقت أطول ربما تنفذ جميع الحاجيات التي تم تخزينها من جانب الأسر. نعلم بأن أيضا الدخول إلى المناطق مناطق الاشتباكات والمناطق التي تدور فيها مناوشات صعب جدا، هنالك أيضا عمليات نهب وعمليات سلب كبيرة خارج مدينة الفاشر، ويصعب الدخول أيضا للشاحنات إلى هذه المدينة. طيب أيضا من حيث تتواجد يا صالح، هل المستشفيات تشتغل بشكل طبيعي، أي تساعد المناطق المجاورة لها مثل الفاشر التي لا يوجد فيها مستشفيات حتى اللحظة، خاصة المستشفى الأخير الذي خرج عن الخدمة، يعني تساعد المناطق المجاورة للفاشر في استقبال الحالات المرضية؟ نعم، في دارفور عقب الحرب هنالك انهيار كبير جدا للنظام الصحي. مثلا مدينة نيالا كانت هي واحدة من المدن التي بها عدد من المستشفيات الخاصة، وبها المستشفى التركي والمستشفى التخصصي والمستشفى التعليمي. هذه المستشفيات جميعها اليوم تقوم بعملها ولكن لا تقوم به على الوجه الأكبر. هنالك صعوبة في الخروج من مدينة الفاشر تحديدا حتى يتم إسعاف الجرحى إلى مدن أخرى، لذا التكدس هو داخل مدينة الفاشر. هنالك نداءات بالأمس أطلقتها رابطة وصحفي وإعلامي دارفور بضرورة فتح ممرات آمنة للمدنيين حتى يخرجوا ويتلقوا العلاج وحتى يكونوا في مناطق آمنة بعيدة عن الاشتباكات. إذا ما تحققت هذه الممرات الآمنة يمكن للجرحى أن يتحركوا إلى مناطق أخرى في دارفور لتلقي العلاج خارج مدينة الفاشر. طيب هذه النداءات التي تتحدث عنها صالح، هل تغير شيء على أرض الواقع؟ من خلال متابعتنا للأحداث اليومية هي لا تغير شيء على أرض الواقع، لكن هنالك أصوات إذا ما تحدثت. مثلا الإدارة الأهلية هنا في إقليم دارفور كانت في السابق لديها مبادرات كبيرة في مدينة الفاشر، في فترة ما أوقفت القتال في مدينة الفاشر إلى وقت طويل. إذا ما تحركت القيادات الأهلية ومعها أيضا القيادات الشبابية في عدد من المحليات وعدد من المواقع، ربما تحدث أثر فيما يدور في هذه المناطق. لكن اليوم حتى الأصوات الأهلية قليلة وضعيفة نسبة لعلو صوت السلاح ونسبة للاشتباكات المستمرة والعنيفة في هذه المناطق. شكرا جزيلا لك حتى اللحظة من إقليم دارفور، مراسل الحدث صالح أبو علامة.